ودايما فكرة ان احنا بنتلخبط ما بين مشيئة الله ومشيئة الانسان، فمشيئة الله الانسان فكرة مخير ولا مسير، الموضوع ده فيه تفاصيل كتيرة جدا، صدقتي. لكن في النهاية ان ربنا بيدينا العمل وخلقنا ان احنا عندنا عقل بنفكر وبنختار، علشان خاطر ان في النهاية هنجازى او الحساب هيكون على العمل بتاعنا، مش معناه انه متقدر فان احنا خلاص بقى ما نشتغل نستسلم. نستسلم او انه خلاص ما كل حاجة متقدرة. على العموم يا مفتحي، احنا باذن الله الاسبوع ده هيكون في حلقة حكمة من الحكم الإمام الشافعي هنتكلم فيها عن موضوع المشيئة والدعاء، لأن الأمور دي فعلا بتبقى محتاجة كل شوية نعيدها لأنها فعلا بتلخبطنا كتير. سؤالها التاني، ليه أكلوا من لو سيدنا آدم ما أكلش من الشجرة كان زماننا كلنا في الجنة؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم في صدر سورة البقرة عن قصة سيدنا آدم وستنا حواء وخلق آدم، ربنا بيقول للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. وربنا الملائكه لما قالت لربنا اتجعل فيها، لما ان ربنا اني جعله في الارض ايه خليفه، يبقى كان خلق ادم موجود فين؟ في الارض. في الارض. اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. كان ادم خلق لهذه الغايه ولهذه المهمه في هذه الدنيا في الارض مش الجنه زي ما الكون. متعارف. نعم. اما ما حدث في السماء في جنه الله عز وجل وانما كان بمقادير كي يعلمنا بان الشيطان لنا عدو فاحذروه، وإياك أن تتبع الشيطان فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن آيات كثيرة جدا، الغاية منها ألا أتبع وساوس الشيطان وألا أسير وراء يعني وساوس وخطوات الشيطان وأن أكون مستجيبا لأمر الله رب العالمين. أدي حاجة. الحاجة الثانية، أنا في الجنة ولا في الأرض؟ سؤال برضك لا ينبني عليه عمل، بمعنى أنا موجود هنا الأرض الآن، أنا في الأرض ومطالب مني أن أحقق العبودية. أحقق العبودية في الأرض؟ أيوة، عشان يوم القيامة أتنعم بالجنة عند الله عز وجل. طب أنا في الجنة ولا في الأرض يا مولانا؟ طب أنت هتفرق إيه؟ أنا مطالب بالعبادة، ربنا افترض عليها 5 صلوات، شهر رمضان، أداء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيا كانت نوع العبادة أنا مطالب بتقديم العبادة لله رب العالمين، ولا يشغلني شاغل أكون في السماء. كان سيدنا آدم لو ما كلش من الشجرة وستنا حواء غوته وإبليس دخل في قصص كتيرة جدا، دخل في مش عارف في حية أو وسوس أو 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 قصص كتيرة جدا موجودة في التفاسير، أنا موجود في السماء ولا في الجنة ولا في الأرض؟ أنا الآن أنا بقيد الحياة هو على الأرض في الامتحان ومطالبين أيوة إحنا نتسائل ونحل ومطالب أن أحقق العبودية. وفعلا وفي أصلا أقاويل كانت بتقول صدقتي. إن الجنة دي جنة في الأرض، مش مسألة خلافية كبيرة جدا، خلافية كبيرة قوي، وإن ربنا زي ما حضرتك قلت مقدر إن آدم للأرض وإن هو في امتحان وإن في رسل وفي كتب سماوية، فهي دي رسالتنا إني جاعلهم في الأرض خليفة.